الخير يا عم حافظ. اهلا صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيد. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه جبت سلطانيه وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وبكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجعلي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام دول 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 قبضه ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كان يجيب لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت مشاش في ركبك. المجمع يا اسطى. دوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. ده مشاش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي. مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله. نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله. مش هيلنا 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تليه؟ لا برغيت الست. يودينا المجمع ب50 سنة. عينيا ماشي. إله ربنا يستر اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا فندم. في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم. ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك السن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوه دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميه ايه؟ ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا بلاش العطله دي. بلاش في الوقفه دي. خلونا نشوف وصايتنا. عبد الرحيم. نعم. ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك. يا مخدوم انت وهو. انا ساعدتني. يلا بسرعه. يلا خش يا بيه. احنا فين؟ في شبرا مزمار.
انت بتسأل علي ايه؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ قلنا ما احنا في الهوا سوا. عامل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس في السابع؟ لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده أبوات ده يا مؤاخذة. يا مؤاخذة ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فات ركبك انت واللي كنت عنده. شيل شيل يا بشبيش. ايه يا بشبيش؟ ايه يا بشبيش؟ أبوات دولة يا بشبيش؟ اتفضل يا بيه. خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليها يا بشبيش. ايوه استنى عليها يا بشبيش. انا معاك يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. يلا في رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعب عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حطيت حلم محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ الا وانتوا تقفوا في صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. قول يا ما تقف الصف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش ارض يا فندي، انا لسه عبرد الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتبقوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقوم روح ابني بقى وقف في اخر الصف هناك، اجري نجرد الخزن ومفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالى. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. الله فهمتك على الله نمشي على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استني ملحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي ما فيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك،
ايه وقف اخر الصف؟ انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه الربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش بتقول عندك عجز ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشميشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه حلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لا كنت اشتغل معاك عربيه على العربيه الكار بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد عايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبص لي كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ وانا اسمي رمضان. وهلال قبل رمضان. يعني هلال رمضان. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب كفايه اللي انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقولك يا خلاص الصابونه عاملين يا ماما. طب انت قلت قبل ما تخش تغسلي وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك؟ بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس قاصع على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خلف علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ نوم الحوافز صلى عليك. تعال هوا بعد الميه. عينيا حاضر حاضر يا خاله مؤويه. جاتك الهم؟
حقهم. عناية. حاضر. امال فين علي؟ انزل الاوان. حاضر. انا اهو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. ايوه والله ملفوفه. يا اخويا على عيل ده لما انا صفحت الميه. الله جرايه يا ست. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم. انت مش شايفنا حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو. امال الرجال يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج. اخرج. طيب كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ فضيلة. طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ فين عليك سرقه؟ ايه؟ فين عليك سرقه؟ وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه. شرفني. هسرقه منين يا وليه؟ شرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه. ايوه. سرقه يا وليه. مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه. انت هتديني يا وليه؟ مش انت اللي مديها للعيل؟ قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. متشكرين قوي يا رمضان. العيش. العيش اهو. عايز
عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى، غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه؟ لسه هطلع السلالم دي كلتها. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب، ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك، حماتك تحبك، غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل، الطعميه السخنه ايه؟ كل، حماتك تحبك. ماشي، بلاش حماتك تحبك دي. طيب بلاش، حقك عليا. اخد عجاز باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. يلا يلا ياخد، يلا ياخد، اطلعي اطلعي. انا باخد لحاسن. يلا 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 يلا. أول مرة أشوف واحدة ست بمقصور. طب شيل شيل، عايزين اتنين أربعة رجالة يشيلوا معانا. طب شيل ليه عيب عليك؟ أيوة فاهم، تعال شيل معانا، ربنا يخليك. تعال معانا يا أخويا. شيل شيل شيل، معاك سلمة يا عم هلال؟ لا مفيش سلمة، معاك شيل. يلا أنت حط مين وأنت حط معاك شيل. شيل يا أخويا، الله أكبر. شيل يا جدع، شيل شيلوني يا جدع، شيلوني. اوعى شيل. تعالى يا أخويا تعالى. والحين عدينا مؤاخذة، تعملوا ايه؟ قضية منيلة ب 60 نيلة يا اخويا، بعد عنك. هو زلقوا فلوس وناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا، احنا جرينا بجبنا في كل حاجة. لجنة خبراء أجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعدي. طب تشوف ايه الشيطان وتتفق فيا؟ لا اوعى عليك. ايه ده؟ هو انا نعصاب؟ لما تعوى بقى. ايه يا ولاد انتوا ايه؟ ده انا خاف لا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمى. اوعى حد ياخد حق. اوعى. يا نهار اسود. والله العظيم بالكتم يا ولاد. يا سعديه يا اختي، جوزك ده راجل خايب قوي. انا على راي المثل، ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذه، ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهيه عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله، مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الكابله يا اخويا عاملينها فاتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يقول الله وانا فالك نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزي ليه نبويه. يا سعديه يا اختي، دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه، انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت، ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده، ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده؟ شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله، انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ هي الاسانسير عطلان يا سي رمضان، يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيدي،
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي في بالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك. أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط. 92 كيلو وشوية كيلو، كيلو متر. علي النعمة أنت مسكين. أي والله يا رب. استنى وصف الجمعية يا حمدية. انت رايح فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه؟ اموت من الجوع؟ سمنا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشن في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه. ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي؟ اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ مالك؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ أي خدمة؟ قال لو فيه زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا رب؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه. بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو. بلد وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمه قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحم هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هما 605 مرطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده. وأنا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وأوضة النوم بكام؟ يا ست النام على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه يعني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني. أنت لا تصلح للجواز بتلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس. عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوت لي ب605 مرفوض. ب605 جنيه. يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مأنسة قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشة ما تسواش. ما تزعلش مني. ألا
هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي لا حوارات تعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى نفوخة. ما تجيش شر عليك. يا بنتي ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي. لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماعة. اي والله طماعة. بس شوية شوربة وعظمتين للكلب، انما ايه؟ جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. الهي يا رب تدفعها الرز. الهي يا رب السمنة تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ. انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكية ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيه. تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم هو ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانية في 6 سنين، كنت حلقها منين ولا منين؟ حلقها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ. ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع. بلاش كام فاق، دو انت بس، دو انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا هلا يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا سلام الله. ازيك؟ ألف الحمد لله على السلامة يا سلام الله. مالك يا ولد بيسأل بغل كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ ايه في ايه؟ انتوا قلبتوا الضل وكده للجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدي مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسيبنا غير سنة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا سلام الله. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ سلام عليكم. عمرك يا عمر. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رب. ازيك يا خير؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صفا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخن، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم ما فيش اي ولا ليله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب ادي له يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده. عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداوي، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتاني. تجعان وافرد يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمة يعني. منين يا من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن؟ شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن؟
ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجة. ما هم لسه مديلك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربية مصر قبل ما تفوتك. بالسلامة يا اخوي، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شطة في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمة من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكاية الفلوس. خفت انت، خفت تضربك. ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش، اتفضل. برافو عليك يا بشبيش، كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. الظاهر الحل هنا ولا ايه؟ مش معقول، مش معقول. ايه؟ ما متسد ده من كل حته، لقيت السد في وشك يا عيشه ام علي. تبقى تمشي بشحتي في الشوارع. ايه مالك؟ سرحان ليه يا استاذ رمضان؟ بتفكر في ايه؟ انا جهزت يا اخي اهو، كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كانت الخيبه، انت فاهم حاجه دي؟ يبقى انا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان، هقول لك حاجه بقى يا هاني. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلب بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده، اهو شويه كده يا استاذ رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وانا عندك بتعملي ايه؟ تعالي هنا. روحي إله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تقيش حته التويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انت بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا غير اقول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمني ان انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديم معروف، احنا ما بخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتقفش الا للزبون المفرد، فانت لما هتمشي حلقه بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا ربنا يوفقك يا بشبيش. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيش. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشي. لا مؤاخذة جت سليمة. يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبت الهبة دي. معلش حاج علي حاج علي. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. شوفهم انا مفيش. انا بح. نعم انا بح بح. بصراحه يا اخواني عشان ما شحتفكوش معايا انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. تمعت فيه؟ غريبه دي يا رمضان افندي. بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي. انا بقالي 15 سنة بشتغل، لعمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخيني، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيني، اوعى تتهور اللي يحبسوك. ده كده على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اعمل بيهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ايه اللي حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صوري؟ انا قعدت اقول كل شويه وقلت لك يا اخي وانت سامع. ابني احمد الشهاب. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف، يمكن انا اللي هتجنن. انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير يا فندم. ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي محافظة الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا فندم؟ قال هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى جننت ولا اتجننت ولا حاجة. حضرتك المدير العام ولي رمضان ودي تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز، ثم واحد اختلس فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا، ومين انا راجل ما حبش اللف ولا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي. انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك. في مكان امين. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض علي وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما تتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملاقحك علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقح عليكم؟ حاجه يا اخي، انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. اتفضل. سيادة وكيل وزاره خليه. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم افندي على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ليه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء. شوف الحلاوه. يا راجل ده نحفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطل الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجاتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطره عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوله المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ماده الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حدك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ في ايه؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لاي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ونبي حاج مامور، يلا وحياة ابوك خلصت. يلا يلا اقلب اي حاجه، البيه الوكيل هيبقى السره، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطه في العجز. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وجربت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا ضرب قدام امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف نروح على السيف مع بطول ونخلص. انت مستني يا حوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو، انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جزء من اخوه ولا نشيله جزء جنيهات؟ انا بقول لك روح اشتري بنفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقباش؟ دي أوضة رمضان؟ أي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا أكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا قول لي يا جدع أنتوا، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه بالنساه السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احزن لحميل. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك اخينا انت. رمضان علي ايه؟ ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا بتديله الاكل؟ حاضر يا ست، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. اتفضل. سلام. اتفضل انت. تعالى هنا، انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري.
ما هو دي اللي انا بقولها بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول، مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش، انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره، اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة سلمت إليه بسبب وظيفته. وأنت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا أنا ما قلتلكش، قال إيه يا سيدي؟ كنت أنا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس أوي، كويس أوي أوي أوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان؟ طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا وحياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزق، وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعادة البيت، أنا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينة كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي 400,000 جنيه، هيطبقوا المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقة جمل. شاغل بالك أنت على رأي الولية القرشانة بتاعت الكرو. يعني مفيش فايدة في دماغك؟ أنت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس إن إحنا هنجيب الفلوس، وساعتها لا هتطول أبيض ولا أسود، وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ لا ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، أو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخافش. مع السلامة. أي أيوة والله، خلي التذكرة معاك. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش خش. إيه يا دلعين؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عادية. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعدين قاعدين وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم.
ايوه انا اللي انت ايه هرب؟ ايوه هرب، واللي هيلاقيني هيدي له مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تدخل حرامي حرامي. ايه كتكنين احنا ناقصين؟ هم راضين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامه. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يعني يا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يختي عليك وعلى جمالك اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يعني امك؟ مفيش والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمي. عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين. دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تساويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري. الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ أدينا هجيب لك شهادة جامعية من جامعة أبو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه. انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي. وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص كده ولا كده. داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه انت قلبك عليا ولا على نفسي؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني. الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز. اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني. دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس عليه. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا. ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه. احنا بنعمله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان. واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر. قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمة. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه بتغدى. وماله كل كمان هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه بس؟ تعالى
عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما نجيب اشيلهم لك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماد انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. اتردد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عازف في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في سوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانت ابو جدعانه. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من الهف اللي انت هفه. الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سارقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا على قوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا سيب هديه. لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يلا. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. امشي من هنا تعال وراي. يا بيري الناس بتراقب بعض بالكمبيوتر دلوقتي مش بنفر وجزمه. بيري ده انت بلوه مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القنضة من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ حتى اكل وتشرب ويدوك في دخ وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالكش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. عاوزين مني مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها. هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات.
شوف اقرب جلسة عندك. يا رمضان. افندم يا سعادة البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وعقائد اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد. احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر. حاضر يا بيه. انا بدي لك فرصة اخيرة. اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم. وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعادة البيه انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمة دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك. المحكمة هي اللي أنت دابتك للدفاع عنه. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الأستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس القاعدة القانونية بتقول أنا اللي أتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجوع حاول بلحم طوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه يا بيه، انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. يا رمضان ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعملي لي فيها يوسف وابي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمه حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفع الجلسة. يا حرام يا أحلى العالم، أنا بإخلالي رسم على الجميع. عاش انتصار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع لقانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما فيش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها يا ام علي. فعليا ما معكش يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسرة؟ منين؟ مثلك انت. مثلك انت. قلبي معاك يا استاذ. خلي قلبك على روحك انت، انا كويس مش دعوية خالص. يلا يا شاويل. يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا قد دي؟ مش عاجبك يا الا؟ هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا في ايه؟ هاتو. الله، بالراحة علينا شوية مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا؟ ما ترد يا. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني.
انت بتبص علي انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معاي. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنة دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من سيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. قاب ايه؟ حد اسمه ابو قاب. لازم تقدم استقاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. هنروح استقاله جدع. كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابة. غلابة مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونة وتقول غلابة؟ ده احنا حرامية كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر.
ده الحرامي منين عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه مؤاخذه. حلو تصنيع حلو فعلا. الجنيه ما بيستحملش عصره ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حكم تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكومانده. كومانده العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصه الحراميه، سلام للزملاء الكركيه، سلام لقصه الحراميه وسلام لاخواننا الكركيه. البواكي حلوين حلوين، يا سلام الحلاوه من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش، واحنا بنتغدى حرنكش، واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قول لنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية، قول لنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محفوظين 100%، احنا الاوباش يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال اهو ده النشال نشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرام العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة زمايلنا السكاك. السك واحد ضيف شنطه وزق عجلهم على طنطة حبس وانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟ انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد، وهو ابني الوحيد على 6 بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليه ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغلهولي. قوي قوي عناية الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروب. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاتي. شكرا يا سعادة. شكرا. سلام. أول مرة الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان
الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك؟ دي طبيعتك يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجة بالنسبة لموضوعنا. لا ما تخافش يا هلوتي، السر اتدفع في السجن مع رمضان. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريب مش بيشي. الله تنقصك حاجة يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزنا نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق، ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. مين اللي مثقف؟ انا الساحي يا جدع. انت احلى ساحي يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عليا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ يا جدع خد. يا عم ده انا يا ابني فلوس كتير هنوديها فين؟ يا عم انا جدع ده من بجربان. هيقول لي خد فلوس. خد اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك يا بشبيش. انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا شحطة؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحة. قشطة. اهلا يا نونس. اهلا يا نورة حلوة. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره قال. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده، اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمرة؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا، شكرا جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعت انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربة العمر على رأي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ ما هي فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. اكتس.
اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش ايه. بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه، انا خدامك. يا ابني هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالى اقعد استريح يا ولد. اقعد يا بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 شاي في كوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتح السريح، ده أكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقة. عقبال أولادها خارج إفراج الجمعة الجاية، هو ميمون و مين؟ أيوه وده. إيه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وأنت إيه حكايتك بقى احكي لي؟ حاجة بسيطة. أيوه إيه يعني؟ حاجة بسيطة. أيوه بسيطة إيه يعني الحكاية؟ إيه؟ حاجة بسيطة يا أستاذ رمضان. بس شفت العملية بتاعة تاني جد فايدة إزاي؟ فايدة كبيرة مش كده؟ تنورت. أنا عايزك تعتبر السجن ده سجنك أنت وأهلك واللي جابوك. خد راحتك، خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك إيه؟ إيه؟ والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف أنت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. أيوه حظ زفت، لو عرف اللي حصل هيعمل فينا إيه؟ أنا عارف. اخ تبين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمه. تشكر، نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقى. بس تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا. وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجاة. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه، عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس هيحفي النسوان في النص. صدقني رابريون بلابلط قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. اصل هنا محدش يفتح بقه. الجلسه استاذ جابر. حاضر. مع السلامه. ادخل. مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقة يا رمضان. حقيقة ايه؟ هو احنا اللي هنحدد ونزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقة كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابة اللي سرقت الفلوس. البشبيش محمد عبد الحميد وشحاتة علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمة. وجاري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه.
هو ايه قصده ايه؟ الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس، شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقة. حقيقة ايه؟ يا سعادة البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبش، الحكاية اصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان، انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه، انت ما سرقتش يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية ازعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذوبه. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا، اعمل معروف وحياة ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. اتفضل ياخد مين؟ يا سعادة البيه انا حرام، حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت والتلو كله في الامان ورحمة امي انا حرامي، حرامي لسه اعلاني مختلس. هي البراءة بالعافية، ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي، انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي، انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار، ما انت طلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه، اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى، اهو خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف، مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما، انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهم يا ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساتر. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش، هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده جيبه من اري داهيه دي، لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجة عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعادة الباشا. طب قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصة اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصة وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعادة البيه ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعة هوا، انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقول ماما حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ده حال الدنيا، ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي ده؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. الا قول لي لو عوزتك اجيبك من ايه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ مصية النتن. مصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب مصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا رمضان ويخليك يا رب. العجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة، كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوة
طيب طيب رمضان مش معقول. ازيك يا رمضان؟ الحمد لله على سلامتك. وحشتني وحشيني قوي قوي. وانت كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عينيا. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي الجزء. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الزهره من العجينه. اطلعي علي، هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروغ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالذات ده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ مسيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي، هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ على كل حال مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حاسبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا؟ اطلعي علي، هات الفراخ، هات الفراخ اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اخي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياه عجوه. ايه عجوه؟ الحياه عجوه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجه دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منوره. ده نوري. اي والله يا نوري، الواحد يتكلم الصراحه. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبه للفلوس يعني ايه؟ هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا راري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونيرات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشه المليونيرات، ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص، لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديه. نديها بقى. يا جماعه ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انت؟ ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر، انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي، اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حماتي الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامنكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، هتطوح في الكازوزه.
اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يلا يا علي ندور على الحجة تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية. هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط للنغنغة. ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقة مفروشة اعملها مكتب. تعالتك اللضر شقتي مالك؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاته مليم. لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه. عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجه عجيبه قوي. ده فتح لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقايه وعليها 50 بالكتير. لا احنا بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجه وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. ياس نو ياس نو نو ياس ياس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله الثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. فضلك يا ريت تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقى كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده. لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال 1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان ال1000 جنيه بتوعك تكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي ال1000 جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد. انا بكرر اسف. حقيقي. اتفضل يا سيدي. ادي ال1000 جنيه اللي انت دافعهم وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه.
ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجة ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ أعوذ بالله. أنا جاي لك بكرة ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع ألف سلامة. أنا بقى أكرر أسفي. اللي بعد يا ريمون. فضل فضل استنى. سعيدة يا بس بنتي. أنا اللي عايش. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله. خد. إيه دول؟ سيختي تمنتها النهاردة، جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 لا، انا مش مستعجلة عليهم، خليهم ماشيين في الساقية كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا هعمل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رأيك يا حماتي. المهم وصلني كام منك لغاية دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن. وعليا زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس. بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه. غضروف. غضروف مين؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف. ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حبت لما عرفت علوهم، وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمه عيش بالحلال. اهلا وسهلا. عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرف شغلات. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في اي حاجة؟ ما بفهمش في اي حاجة. عينوه في مجلس الادارة. مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وبدات على اسم الهلوطي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. حته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك برقبتي. ربنا يتميم بعقلك. عاقل قوي. هلا هلا. والله عاقل. حلال بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها ببذخ بابد. طعم يعني؟ عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لا
هتنحز مخي يا بنت الفرطوس. فرطوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبابي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى. انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا مضري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبقي سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا علي. ليلتنا مطينا طنطين اللالاغي. يا سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث طناطين اللي لاقي. عم بقى هي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكم يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ أهلا يا مغاوري. أهلا. ازيك يا رمضان؟ شايل بره. والله عشت وشفتك آخر قبهت. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. انا سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجه حلوه قوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، واحنا طول عمرنا وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بقتش تجيبها بقى اليومين دول. بس انا خايف يا رمضانكم يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوق، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي. انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلي. وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش. ما تاخدش منهم حاجة ولا تديهمش حاجة. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سلام رمضانكو الفلوس اهي. عدي عند مين يا خال؟ عيب في المضاربة والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيه. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب مستاذ. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. سلامة يا خال. أسرة المستقبل
تهدي إليك في المدينة والريف، أقراص أمان الموضعية، أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يدعي؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا يا لهوي ليه بي عن اسمع عيالي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم والله ما اعرف اسم الكبير انتظريني لحظه من فضلك ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا جاهزين جاهزين يا سيد رمضان ما فيش حاجه اسمها سيد رمضان قول اسم سياده المقدم حاضر يا سياده المقدم بيه وانت وبقى عارف هتعمل ايه طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم بس عليا النعمه انا لاقي في العسكري احسن من الحرامي جدع وانا هعمل ايه انت ما تعملش حاجه تفضل ساكت خالص كده اهو حاضر يا معلم رمضان معلم رمضان في حاجه اسمها معلم قلت لك سياده المقدم حاضر يا سياده المكتب مكتب في ضابط يقول سياده المكتب يلا بينا ادعوا لي ربنا معاك بس انا ما بعرفش اسوق ايه انت هو راح فين اركب اركب يا ولد
مش تحت هنا وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا ناهد؟ انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد، غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس، انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعذبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حاجب هالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. هنا ما حدش يفتح بوقه، سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. فين الفلوس؟ يا كرم الله. يا كرم الله. تفضل ربي. الفلوس فين؟ يا كرم الله. اقصى عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة مليون فلوس. كان مرضى نونس. ولا نونس يفتح بقه. فتحي، غضروف، قباب، ميمون، انتوا مأمنيني؟ بنأمنتنا. شوفوا، انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين؟ ولا قبلين، نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا عبد البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدعان؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلاني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجه بقى ليه؟
وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما يبقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليها الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكم الاعالي البحار. رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا للاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات، قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شويه تعال تعال اطلب عليها بس ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا بحر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده بيه. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لاصل لصوص. وسلام لزعيم البواكي. ناس احوالها يا عم غريبه، حجز جناح جوه التحشيبه. ناس احوالها يا ابويا غريبه، حجز جناح جوه التحشيبه. الحرمية محبوسين مية المية. احنا الاوباش الحرمية محبوسين مية المية. دول زمايلك كركية، يعيش كبير الحرمية، يعيش اصل